لا ده مركز الشباب النهارده، ده مركز الشباب المقطم، ده في ملعب موجود احنا هنطور فيه حديقه الاطفال اللي موجوده، وهنطور صاله الالعاب الرياضيه اللي هي الجيم اللي موجود، وهنشوف اذا كان الملعب التاني ممكن نعمله اكريليك ولا لا، بحيث ان هو نقدر نلعب عليه بعض الرياضات الاخرى زي كره اليد وكره السله وكره الطايره وكده. دول الحاجات اللي جايين لها اساسا عشان مركز الشباب المقطم النهارده. بقيه المراكز على مستوى الجمهوريه؟ لا على مستوى الجمهوريه ده موضوع كبير جدا، على مستوى المحافظه القاهره من افضل المحافظات اللي موجود عندنا فيها مراكز الشباب لانها العاصمه، لكن ما زلنا عندنا حوالي 10 مراكز شباب من ال 75 مركز محتاجين يتعملوا ويتصلحوا. في عندنا حوالي 60 حاجة و 60 مركز بيأدوا الغرض منهم، في حوالي من 10 ل 15 مركز محتاجين تطوير أحسن من كده، ودي اللي احنا بنحاول نشوفه. فرين تكلفة كل مركز شباب بيبقى ليه تكلفة حسب اللي موجود، في الملعب بيتكلف في حدود 400 إلى 500 ألف جنيه حسب الإضاءة اللي موجودة وحسب الأسوار اللي كانت موجودة، لأن ساعات بنروح مركز نلاقي فيه عواميد موجودة ناقص بس نحط كشافات، وساعات بنروح مركز لازم أقول لهم مش عايزين نغلي على الناس يعني. لا مش غاليين، اتفقنا 50 جنيه بالنهار و70 جنيه بالليل، وده اللي عملناه. وحضرتك الملعب دوت عامله ب 20 بالنهار، إنما إحنا عندنا الأجهزة بتاعتها في حدود 42 ألف جنيه، ودي متعاقدين معهم الإنتاج الحربي، وبنطور بس الإنشاءات بتاعتها حسب ظروف كل صالة. يعني اللي شفناها في مركز شباب الفسطاط دلوقتي دي لسه هيتعمل لها سقف، وعشان نقدر نعمل فيها دي موجود لها سقف هنعمل لها تطوير، فهنيجي نبص على الجيم. حاضر. لما حمام السباحة يخلص مثلا يجي لك مليون جنيه من العضويات الجديدة، هي 50 عضوية مثلا، حسبنا على 50 عضوية جديدة هيبقى معاك مليون جنيه، المليون جنيه دول عامل بيهم الملعبين، يجي لك 50 بنين عامل بيهم الملعب، مليون جنيه على نادي. احنا شغالين كده سعادتك، احنا جالنا 20 عضويه جديده بعمل يوم الصاله المغلقه بتاعت بس لما نخلص حمام السباحه المفروض على الاقل مع بدايه الصيف الجاي ده يكون عندك مليون جنيه كاش كده على الاقل، يعني جالي من النشاط، جالي من النشاط حضرتك 150 الف جنيه بعمل بيهم حدائق الاطفال. شكله مضاء كويس. والاضاءه الحمد لله رب العالمين. ده ملعب دولي متابع ليه من الحاجات اللي محتاجه برضه تدعيم سعادتك عندنا هي الاحمال بتاعه شبكات الكهرباء، يعني برضه من حاجات قديمه قوي، من الحاجات اللي البنية التحتية للنادي عشان حمام السباحة والفود كورت اللي محتاجين هنا بتوع الزلزال الأنشطة كلها يعني بمجرد زبادة بس الموضوع مش انتهت، موضوع شغل بقى ونشاط وكلام زي كده. بس موجودة ناس قاعدة احنا عندنا نشاط من فوق كاراتيه وكرة قدم، عندنا ثلاث كباتن للناس بتوعهم كلهم بتعملوا شاشات عرض عشان الناس تيجي عايزين نعمل كروس كافيتيريا في الناس دي قصه بقى، لكن انا برضه هبعت وانز هعدي عليهم ده في طريق يعني كل حاجه بننجزها تبقى حاجه كويسه. احنا ان شاء الله عندنا هنا في المقطم مركز شباب نور المقطم اللي احنا شغالين فيه دلوقتي، اللي عملوا السور وشغالين في البرده وال